بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصفتنا اليوم من خبائز العيد، الخبائز الحلوة الشديدة، الخبائز المعروفة جدا، اللي هو البيتي فور. في ناس بيعملوا منه السابلي، هو عجنة واحدة بس يعني الشكل بيختلف. وفي البيتي فور بيكون يعني تقطيعه عادي، وكمان الشكل بيختلف، بس الأسماء يعني بتختلف في البيتي فور. فهو نفس العجنة ونفس الطريقة ونفس المكونات. أنا عاوز أوريكم أسهل طريقة أنت بتقدر تعملي به البيتي فور أو الخبائز المشكلة. تعالوا أوريكم الطريقة والمكونات. بنحتاج لسكر باودر، السكر لازم يكون باودر. بنحتاج لبيض، 3 حبات من البيض. هنحتاج للنكهة هيل أو فانيليا، أنا استخدمت الاثنين عشان ريحة البيض يعني. دا السكر أنا استخدمته نشا، كاسة نشا، وكمان كاسة من السكر من الزبدة عفوا، ونص كاسة، يعني الكاسة ما تكون مليانة شديد من السكر، لأنه السكر إذا بقى كتير بيخلي الخبيز يكون قوي. عشان كده كمية السكر لازم يكون أقل شوية. الدقيق طبعا على حسب نوع الدقيق، بعد ما تعجني بتنزلي بالدقيق شوية شوية لحد ما تصل للقوام المطلوب. هنا نحن ضربنا البيض براهو من غير أي إضافات، ضربنا البيض، ضربنا البيض. هنضرب هنا الزبدة والسكر الباودر، بعدين حننزل عليه بالبيض. بعد ما تحسي انه السكر الباودر والزبدة بقى قوامه كريمي، بعد ده هتنزل عليه بالبيض. هتفضلي تضربي 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 بالمضرب لحد ما تصل القوام ده. القوام بيكون معاكي كأنه دريم ويب، يعني زي القوام بتاع الدريم ويب. بعد ده هتنزلي بالنشا، اللي هو كاسة من النشا، وكمان بعد ما خلاص تلخبط النشا كويس هتنزل عليه بالدقيق. الوصفة سهلة وسريعة وما بيكلفك كتير، بس انا بقدر اوريك الطريقة اللي يخلي الخبيز ناجح، انه السكر يكون باودر النشا ما تكتري، كاسة واحدة من النشا بكفي، بيطلع معاكي بالقوام ده. قوام البيتي فور ما بيكون تقيل، العجنة ما بتكون تقيلة، بتكون خفيفة زيه وزي عجنة الغريبة، نفس عجنة الغريبة. إذا واحدة فيكم جربت بطريقة الغريبة هو بيكون نفس العجنة، الفرق إنه هنا في بيض، الغريبة ما بيكون فيه بيض، بس بالطريقة دي. وما حت يعني وما ما حتعجنيه شديد، بس حترقديه بيدي وخلاص. أنا قطعت جزء منه بالمكبس، والجزء الثاني قطعته عادي كده بالقطع عادي، يعني ما شرط تكون عندك المكبس بتاع البيتي فور. هنا دواير وشلت من الدائرة نص، بعدين بس عشان شكل السابلين بس. عندي القطعات دي هو اصلا للخبايز والفطاير وكده، وكمان عشان اشيل النص من الخبيز شلت من القطعة بتاعت البلح الشام. بس بالشكل ده بتخلصي. الوصفة سهلة وسريعة والطريقة يعني بسيطة شديد. فبس المعوامل اللي بخلي لك البيتي فور ينجح، ان السكر يكون باودر وكاسة من الزبدة ومعاه كاس من النشا والدقيق بشوية شوية، العجنة تكون خفيفة ما تكون تقيل. الفرن لو انت حابة تشغل الاثنين من فوق وتحت اوكي، اذا عاوزة تشغل تحت بس عادي تشغل تحت، بس هو ياخد تحميرة خفيفة من تحت، ومن فوق ما لازم شرط، يعني ما شرط يتحمر، لانه اصلا بيكون فيه هشاشة، ولو يتحمر شديد بيكون قوي. البيتي فور ما تحمريه شديد لانه بيكون قوي. الباقي ده انا عملته بتاع الدجاج، اي شكل انت عاوزاه ممكن تعمليه، وما شرط تكون عندك المكبس. وجزء تاني انا خدت فيه كاكاو، نفس العجنة يعني، زدت عليه كاكاو بس عشان الطعم والنكهة يكون غير يعني. ان شاء الله الوصفة تعجبكم، وما اكون طولت عليكم. حتى لو اطول في الفيديوهات، انا عارفة انه التيك توك يعني الناس ما بتحب الفيديوهات الطويلة، انا عندي قناة على اليوتيوب بنزل الفيديوهات وبنزل لكم هنا، عشان كده الفيديوهات بتكون طويلة.